طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بيترا بيترا es un nombre. بيترا es un nombre. من يريد أن يكتب يكتب هذه الجملة. بيترا es un nombre. حاولوا أن تكتبوا هذه الجملة. من أراد الكتابة هو جزء من تعلم اللغة. بيترا es un nombre. بيترا es un nombre. حاول أن تكتب هذه الجملة. حاول أن تكتب هذه الجملة. بعدها سنشرحها. حاول أن تكتبها. بيترا es un nombre. بيترا es un nombre. اكتبوها بفضلكم. بيترا es un nombre. جيد. كل واحد لديه nombre ولديه apellido. كل واحد منا لديه apellido ولديه nombre. صح. هناك اسم. صح. le nom et le prénom باللغة الفرنسية. صح. يعني الاسم الشخصي والاسم العائلي. الاسم العائلي هي apellido والاسم الشخصي هو nombre. اذا نقول مثلا مي مثلا اكتب هنا تفهموا جيدا. اكتب مثلا مي nombre es سعيد. مي apellido es طارني. ركزوا معي جيدا. اسم الشخصي والاسم العائلي. الان حاولوا ان تطبقوا. من نومبري سعيد اسمي الشخصي سعيد. مي ابيجيدو اس طارني. اذا اسمي العائلي طارني. جيد. من نومبري اس ربيعه او رابحه. مي ابيجيدو اس دي. فور اكزامبل ربيعه. Mi nombre es Mohamed. Mi nombre es Alia. Mi apellido es Al-Zahrani. Mi apellido es Alomari. Mi nombre es Azwan. Mi nombre es Wahido Aisha. Mi nombre es Zulija. Mi nombre es Anan. Mi apellido es Madwi. جيد جدا. النومبر اس ازول لانه هذه هي براكتيكا. هذه تسمى براكتيكا. نحن الان الشخص الذي سوف يكتب سيستفيد. اسمي اذا كنت تريد ان تتحدث مع شخص اسباني او شخص يتكلم باللغة الاسبانية من طبيعة الحال يجب ان تقول له اسمي فلان. اسمي العائلي فلان واسمي الشخصي فلان. اذا لتقدم نفسك يجب عليك ان تعرف كيف تقدم نفسك. مي نومبري اس سعيد. مي ابيجيدو اس داني. فور اكزامبل مي ابيجيدو اس ميكامي. مي ابيجيدو اس اتحبيتي. اقراوها بالاسبانية. اوكي جيد جيد. نحن الان في طريق صحيح بحول الله وقوته. إذا بدأنا بأول شيء. أول شيء عندما نريد أن نتحدث مع شخص من طبيعة الحال يجب أن تقدم نفسك. الشخص يجب أن يقدم نفسه. اسمي فلان. اسم عائلتي أو الاسم الشخصي اسم العائلي. غرضنا من هذه الدورة هو المحادثة. كيف نتحدث كيف نتكلم مع الآخر. كيف نفهم الآخر. وبعدها سنطبق. إذن mi nombre es mi apellido es. النطق سنخصص له إن شاء الله حصص عديدة بحول الله وقوته. لا عليكم. جيد.
هولا قلنا بأنه بيترا الآن فهمتم ما كتبنا بيترا اس اون نومبري هل فهمتم الآن ماذا كتبنا إذا قيل لك بيترا اس اون نومبري بطبيعة الحال ستفهم مباشرة أو ستفهمي مباشرة ما معنى هذه الجملة معروف الآن المفهوم هذه الجملة إذا بيترا اس اون نومبري النومبري اس ديماس هل فهمتم هذه الجملة بيترا اس اون نومبري أظن أنكم لم تفهموها لا لم تفهموها تمام بيترا إتا بخينو اللغة الفرنسية إذا تحدثنا عن في بداية الدرس قلنا بأنه من نومبري سنرجع الذين التحقوا بنا قلنا بأن أرتيجيدو وهي الاسم العائلي ونومبري هو الاسم الشخصي إذا عندما نقول مي نومبري اسم الشخصي هو نقول مثلا لي أرتيجيدو هو وقول اسمي العائلي هو نعم بيترا سيتانو او اتانو اتان اتان برينو فاغضا اتان برينو يعني بالفرنسية عندنا نوم هو الاسم العائلي برينو هو الاسم الشخصي نرجع الى الاسباني نومبري سعيد مي ابيدينو اس طارني اوكي نرجع الآن نفهم بيترا بيترا قالت لي خوان مكتوبة هنا جو ولكن نرجع اسم اسباني الذي هو خوان قالت له هولا بوينوس دياس هولا بوينوس دياس قلنا في بداية الدرس بأن اتشي لا تنطق في اللغة الإسبانية اتشي لا تنطق في اللغة الإسبانية اتش اش لا تنطق لا شيء نو سي برونونسيا ان اسبانيول pues hemos dicho que Petra es un nombre هولا عندما يكون لقاء بين شخصين او ثلاث اشخاص او اربعه الى اخره اول كلمه تقال هي هولا هولا تعني لو تعني صالي تعني مرحبا يعني الى اخره مفهومة بوينوس دياس بوينو نعم اهلا صباح الخير بوينوس دياس هي صباح الخير بوينوس دياس هي صباح الخير اولا بوينوس دياس بوينوس دياس هي صباح الخير صباح الخير خوان قال لي بيترا صباح الخير اذا الان سهل جدا انه عندما نلتقي بشخص يتكلم باللغة الاسبانية بالنسبة لنا سهل جدا ان نقول له السلام عليكم صباح الخير او مرحبا صباح الخير سهل جدا اذا صباح الخير تقال في الصباح اذا بعد الظهر ماذا سوف نقول له اولا بعد الظهر بعد الثانية عشر اولا باب شنو شنابت انا سنقول له بوينس تارديس برافو هولا بوينس تارديس بوينس بوينس تارديس بوينس تارديس بوينس تارديس بوينس تارديس باب شنو دي الانجليزي بالفرنسية إسبانيا buenas tardes buenas tardes buenas tardes إذن buenos días buenas tardes buenos días buenas tardes إذن إذا التقينا بشخص وإذا أردنا أن نتكلم مع شخص بعد الثانية عشرة ظهرا نقول له hola buenas tardes في الصباح hola buenos días hola buenas tardes hola buenos días في الصباح في بعد الدور لا بوينس تارديس قلنا في بداية هذا الدرس قلنا في بداية هذا الدرس
كيف نقدم أنفسنا. تكلمنا على الاسم الشخصي وتكلمنا على الاسم العائلي. الاسم العائلي هو أبيليدو. قلنا إذا أردنا أن أقول أو إذا أردت أن أقول اسمي العائلي هو، سأقول مي أبيليدو إس وأقول اسمي العائلي. إذا كنت أريد أن أقول اسمي الشخصي أقول مي نومبري إس وأقول اسمي الشخصي. تكلمنا أيضا عن باترا وهي تقول صباح الخير، وصباح الخير في اللغة الإسبانية هي بوينوس دياس. قلنا بعد الظهر نقول بوينوس تارديس، بعد الظهر نقول بوينوس تارديس. هذا ما قلنا. قلنا بأنه أول كلمة تقال كلقاء أو في اللقاء هي أولا. أولا هي صالية، النو هي مرحبا إلى آخره. بوينوس تارديس قلنا بعد الظهر، وبوينوس دياس تقال في الصباح. هذا ما قلنا. حد الساعة بالليل ماذا نقول؟ مرحبا. بالليل ماذا نقول؟ التقيت بشخص يتكلمون اللغة الإسبانية مع الواحدة ليلا أو الثانية عشرة ليلا، بوينوس نوتشيس. بوينوس نوتشيس كما كتبها أخ محمد، بوينوس نوتشيس. جيد، إذا نقول الآن سنذهب في شرح أشياء تتعلق بجراماتيكا. هذا الشيء قلنا بونوس دياس، اذا ال ديا لا تاردي لا موتشي. اليوم او لا تاردي، نقول لا تاردي هي بعد الظهر، لا تاردي لا تاردي ال ديا لا تاردي. اتكلم انا المذكر والمؤنث بطبيعه الحال، يجب ان تعرفوا هذه الاشياء. ال ديا ال يعني تمثل لنا من لديه تركيز سيفهم الدرس بسرعه، حاولوا فقط ان تركزوا. ال يعني عندما نتكلم عن اشياء مفرده، مفرد ال ديا ال واليوم. اذا بوينوس دياس نقول بوينوس دياس. لا عندما نتكلم عن شيء مؤنث، لا تاردي بعد الظهر، لا تاردي لا نوتشي وهي الليله، لا نوتشي. في اللغه الاسبانيه سي زائد اش او اتشي تنطق تشي، تشي تنطق شيء، نتطرق الى النطق في حصص اخرى ان شاء الله. شيء شيء وهو حرف في الابجديه الاسبانيه. شيء اذا نو نو شيء. ال عندما نتحدث عن مفرد مذكر، مفرد مذكر ال ال مثلا ال ليبرو الكتاب، الكتاب مثلا ان ليبرو بوك ليبر. ان هي له فرنسية مثلا ان جاتو. وما معنى ال جاتو؟ ال ديا، ديا هو اليوم، ال ديا اليوم. ان جاتو والقط، والقط ال جاتا هو القط، فهم الشعر لا جاتا. هنا ستفهمون جيدا، في هذا المثال ستفهمون جيدا. ال جاتا القط، لا جاتا القطة، مذكر مؤنث. إذا ال للمذكر ولا للمؤنث، مفهوم. عندما نقول بوينوس دياس إذا ستقولون لي لماذا قلنا بوينوس هنا وقلنا بوينوس
par des لماذا مو وما أننا نقول لطاردي مؤنجة أوكي نعيد سأعيد مرة أخرى قلنا بوينوس دياس صح بوينوس دياس بوينوس دياس بوينوس تاردس بوينوس نوتشيس تكلمنا عن المذكر والمؤنث. إذا شخص مثلا إسباني متمكن في اللغة الإسبانية مثلا تكون تتكلم معه سيعرفك هل أنت متمكن أم فقط تتكلم أن هناك بعض الأشخاص يعيشون في إسبانيا أو في دولة تتكلم اللغة الإسبانية ولكن يتكلم باللغة جيدا ولكن لا يعرف مثلا لا يمكنه أن يشرح ما يقال كيف شخص قال له مثلا بوينوس دياس لماذا قلت بوينوس ولم تقل بوينات لماذا سوف يجيبه لماذا قلنا هنا بوينوس ولم نقل بوينات ولماذا قلنا هنا بوينوس ولم نقل بوينوس سيقول له لأن الدية مذكر ال تمثل لنا المذكر ولا تمثل لنا المؤنث صح إذا نقول لا طاردي مؤنثة ولا نوتشي أيضا لهذا قلنا بويناس لا نوتشي ولم نقول بوينوس نوتشي قلنا بوينوس بأو لأن دي مذكر المفهوم طيب هنا فقط هناك فرق بين نشرح الفرق بين المذكر والمؤنث نقول بوينوس دياس هناك تركيبة أو هناك فورمة أو طريقة لتكلم بالنسبة للإسبانيين يقولون بوينوس دياس يعني كجمع دياس 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 هي أيام بونوس دياس هم يتكلمنا بالجمع بونوس دياس يتكلم مثلا على يوم واحد بونوس دياس لهذا هناك الاسي الاسي تدل على الجمع كان بونوس دياس بوناس تارديس هناك مجموعة من أردي هناك مجموعة من نوتشيس إذا الليالي و أيام إلى آخره. هل فهمتم لماذا هناك اسي هنا؟ بونوس دياس، بونوس تارديس. نرجع نشمل إن شاء الله. الكل فاهم. أم نعيد مش مشكلة. هذه بداية. في انتيندو. نعم فهمتم. رضوان كتب في نعم انتيندو. انتيندو هي فهمتم. هنا buenas tardes دابشنو buenas tardes buenas noches buenos días buenas tardes mi nombre es Ahmed mi apellido es Kadi sí buenos días buenas tardes buenas noches ايش يعني نوتشي من يجيب الاخ عبد الله ماذا تعني نوتشي نايتش in English انوي او فرنسي ليلة باللغة العربية ليل وهو الليل عندما نقول لا نوتشي فهي الليل هي مساء الخير بوناس نوتشي هي مساء الخير تقال في الليل التاسعة العاشرة الحادية عشر الثانية عشر ليلا إلى آخره بالنسبة للإسبانيين عندما يكون هناك لقاء بالليل يقولون بوناس نوتشيز وعندما يريدون أن ذهاب يقولون أيضا بوناس نوتشيز مفهوم هذه
Ok. Petra. Hola. Buenos días. Bonu. Buenos días. ¿Quién eres? Buenas. No. Chani. Buenas noches. Kulua. Chani. Mesa ulher. Buenas noches. Kulua. Chani. Mesa ulher. Noche. Chani. Mesa. ليلى. نعم كيان إيرس هي بالفرنسية كيت فو. ليس فو هنا 100% ولكن نعم ليس فو هنا 100% ولكن ممكن أن تكون أن نقول جواب صحيح. كيان إيرس. كيان إيرس. هنا كين إيرس من أنت مباشرة طابونا من أنت كين إيرس كين عندما نريد أن نسأل عن شخص شخص ما بيرسونا بيرسون شخص لما نريد أن نسأل عن شخص نقول كين كين إيرس كين إيرس كين إيرس ومن أنت ومن أنت كين إيرس كين إيرس أوكي من يجيب إذا قلت لكم كين إيرس الجملة أمامكم حاولوا أن تطبقوا قال سوي خوان سوي خوان ماذا يمكن أن تقولوا أنتم مثلا سوي سعيد soy Ania soy Aisha soy Ak soy Anan soy Zwan Zwan أضاف شيئا سنشرحه soy ID صوي صوت مشوه نعم أخ رمضان الذي اسمه صوت مشوه هل صوت جيد عند الجميع صوي عبد الله عبد الله أوكي جيد جدا إذا سهلة وسهلة جدا الآن نريد تركيزا آخر الحمد لله وشكرا أريد تركيزا آخر من نوع آخر سنذهب إلى شيء آخر سنشرحه موضوع آخر لأن هدفنا هو أن نتحدث ونعرف ما نقول تحدثنا على أولا تحدثنا على بونوس دياد بونوس طارد بونوس نوتشي تحدثنا عن اسم الشخص إلى الأبيديدو نومبري سنتحدث الآن على شيء كتبه غزوان ماذا كتب غزوان في جملته أضاف شيئا أضاف شيئا إلى جملته كتب لأول مرة جو نعم هي جو لا هي جو ما هي أو ما معناها أو ما معناها هي أنا جو هي أنا إذن أنا ماذا تعني أنا عربية فرنسية إنجليزية أنا ستة اسم السيزا ضمير متكلم in English
اي اسمي اي اي يو اي شي اتش الى اخره جو اون فرونسي. الان سنحاول ان نشرح الضمائر بلغه الاسبانيه. نص او اسمه بلغه الاسبانيه نص برونومبرس بيرسوناليس. Los pronombres personales. حاول أن تكتبوا لي من أراد. Los pronombres personales. أنا. Yo. أنت أو أنتي. Tú. أنت أو أنتي. Tú. هو. Él. هي. ايه حضرتك أستاذ. انا جو انجا. كل هذه المعلومات سنضعها في مجموعه اللغه الاسبانيه ان شاء الله. ها هو الرابط مجموعه اللغه الاسبانيه. بعد نهايه الدرس نضع جميع هذه المعلومات في هذه المجموعة. جو أظن أنه موجود. جو هي أنا. أنت تو. هو إل. هي إيديا. جو أنا أنت أو أنت. تو إل. هو إيديا. هي أستاذ حضرتك. جو انا جو. تو تو تو. ال 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 تنطق دائما اي. لا اريد ان اخرج عن محتوى الدرس لانه ليس بالنطق 100%، ولكن ليس هناك مشكل. هذا هي أستاذ الاحترام. هذا بالنسبة لي سينجولار. أنا أنت أو أنت. هو هي. عندما نريد أن نتحدث مع شخص ونحترمه نقول أستاذ. جو تو أن أدا. نرجع وبعدها سنتطرق إلى النفس الآخر من برونومبرس بيرسوناليس. جيد. من يكتب الآن جملة مفيدة ويقول صباح الخير أو مساء الخير أو بدارة النور أو شيء من القبيل، ويقول اسمي فلان فلاني، أو يطرح سؤال ويجيب، أو من يتكلم مع شخص آخر. شخص مثلا يتكلم يقول أنا اسمي فلان فلاني ويطرح سؤال على شخص آخر والشخص الآخر يجيبه. نتخيل أننا نتحدث مع بعض. أوكي، من يكتب لي رقم وأتحدث معه والآخر الواحد يختار شخص آخر. هيا لكي لا نضيع الوقت. أولا بوانوس دياز. أكتب مثلا بنمبر إس سعيد. أولا بوانوس دياز مثلا بنمبر اس عائشة. اي تو كين اريس. Buenas tardes profesor Abdallah. جلال. نعم هذا ما نريد. برافو عائشة. جو سوي ليست جو عائشة. جو سوي عائشة. Buenas tardes. ليست جو منومبري. منومبري اس انان. برافو عليكم. لما كتبتم فهذا في حد ذاته شيء رائع ورائع جدا. Hola buenas noches soy Alia. ¿Y tú quién eres? أكتب لكم جملة. Hola buenas tardes. هاي جملة. Yo soy Said. ¿Y tú quién eres? Hola, buenas tardes. Soy Said. ¿Y tú quién eres?
قلنا بأنه تو هي أنت وأنت، لا أحد كتبها. إذا ماذا سوف بماذا سوف نجيب الآن؟ جملة مفيدة. إذا كتب لك شخص هذه الجملة ولا قال لك شخص هذه الجملة ولا بونستاردس soy سايد إتو كين أريس، من يجيب بجملة مفيدة سهلة جدا استعمال برونوم بري بيرسونا. لا خطأ، ماذا قرأنا بهذا قليل؟ هذا قليل. ماذا كنا نطبق؟ ماذا شرحنا؟ نوس برونوم بري بيرسونال، استعمال نوس برونوم بري بيرسونال من نمبر اس كمان صحيح، ولكن نريد ان نستعمل نوس برونوم بري بيرسونال. برافو محمد، سوري محمد، سوري محمد. عندما يطرح السؤال كيان اريس نجيب سوري، واكتب الجواب. هل فهمتم ام اعيد؟ درس بسيط ولكن فقط بعض التركيز. جيد، قلنا اولا بوينوس دياس او بوينوس تاردس او بوينوس نوتشيس او اي شيء. سابجكت برونوس الاخت عليا، سابجكت برونوس اي، جو هي اي، تو هي يو، ان هي هي، شي هي انا. عندما اتحدث عن نفسي، عندما اتحدث عن نفسي اقول جو سوي. نعم هذا ما تقصدين. هي في الكلام، هي في الكلام لا تقال، ولكن في اللغه يجب ان، ليس لا تقال بمعنى اننا ننفيها او شيء من هذا القبيل، هناك من يتكلم ببرونوم بريس بيرسوناليت، ولكن من اراد ان يتكلم مباشره بدون استعمال برونوم بريس بيرسونال فالغالبيه الاسبان لا يستعملون برونوم بريس بيرسونال، ليس ب يعني ب 90% الى 80% لا يستعملون برونوم بريس بيرسونال. هل مفهوم؟ ولكن في اللغة يجب علينا أن نعرف قواعدها. مثلا سوي مثلا شخص، عندما نحن نتحدث مثلا بدون برونوم بري بيرسونال، سوي أقول لكم سوي سعيد. تقابلت مع شخص، نعم تقابلت مع شخص وقال لك جو سوي مثلا أب الإله، مثلا ستقول له لا لا توجد جو، يمكن ان اقول وهذا الامر يعني طرح مرات عديده وعديده جدا. شخص يتكلم باللغه و يعني ولم يدرسها سيكون هناك مشاكل بينك وبينه، هناك فرق بين دراسه اللغه وفرق بين شخص يتكلم فقط. سوي سعيد صحيح، ولكن جو سوي سعيد كلغه، انا اسمي سعيد، اسمي سعيد، سوي سعيد. الآن لكي لا يعني كما نقول في اللغة دائما في الشرح، كنا نذهب إلى مدغشقر، طريقة لكي نركز جيدا. صوي، إذا أضيفت صوي ستقولون لي من على الصوي، صوي فعل. وما الضمائر الشخصية؟ أنا أنت هو هي إلى آخره. بدأنا في الشرح وقلنا بأن جو هي أنا، جو هي أنا، تو هي أنت أو أنت، أن هو، أنا هي، وستي عندما نكون نتكلم مع شخص باستعمال الاحترام حضرتك أو حضرتك. سنتطرق فقط إلى هذا النصف، جو أنا أنت أو أنت، تو أن هو، هذا هي، وستي حضرتكم.
وبعدها نشرح النصف الثاني ان شاء الله. لان هنا مثلا كاين ارس قلنا بانه ولا بونوس ديال صرا الا كنا نتحدث او كنا قد اعطينا مثال قلنا في ذلك المثال ولا بونوس تاردس جو سوي سعيد اتو كاين ارس اتو كاين ارس هولا بونوس بونوس تاردس بعد الظهر او بونوس دياس صباح الخير جو سوي واقول او قلنا جو سوي حاول ان تكشفوا ان هناك زوج جو سوي سعيد اقول اسمي وايتو وانت او انتي كيان ارس عندما يكون السؤال بكيان اذا من طبيعة الحال سيكون جواب من يجيب على هذا السؤال يشمل ونشرح ما معنى الصوي كل مفهوم هنا قلنا اولا مفهومه مفهوم جدا هي هلا وهي الى اخره بونس بونس تارديس قلنا صباح الخير هي بونس رياس بعد الظهر بونس تارديس بعد في الليل بونس نوتشيس قلنا عندما نريد ان نقول اسمنا او اسمنا هو فلان فلان نقول جو سوي دارين جو سوي سعيد جو سوي عيشة جو سوي الى اخره اتو وانت كيان ارس الجواب يكون جو سوي واكتب الجواب اكتب اسمي وي الان سنعرف ما معنى صوي في الجملة هناك صوي في الجملة هناك صوي ما معنى صوي نعم تو كيان ارن صوي نعم بالفرنسية جو سوي جو سوي هي جو سوي جو هي انا انا وانا استعرض صوي ا تو كيان ارن صوي بي اوكي لا صوي هي صوي هي ما 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 هي ما هي ما هو ما هي لا لا حرف ماذا إشارة برافو مهند اسم بيربو اسم بيربو اسم بيربو c'est un verbe as is verb she's a verb فعل فعل ارس هو فعل فعل ايضا سنشرح لتفهم في اللغة الاسبانية في اللغة الاسبانية هناك سار سي الفيربو سار وهناك استار سار وهناك استار سير واستار يمثلان الفعل توبي يمثلان لا ليس اتخ افوا اتخ فقط اتخ لوحدها يعني. الفرنسية اتخ الانجليزية توبي لماذا؟ لان في اللغة الاسبانية كل فعل يمثلانه فعلين توبي يمثلان فعل كوننا يمثله فعلين في اللغة الاسبانية يمثله السير ويمثله استار فعلين عندما نقول جو سوي سعيد اذا نعم فعلين في اللغة الاسبانية هذا هو الفرق بينه وبين اللغات الاخرى جو سوي سعيد كما مكتوب ارس مثلا تو ارس مثلا ابدو ارس ايدي ارس رضوان ال اس رضوان اديا اس ايدي افنجو هي هو ال هي هو و ال هو اجا هي هي نقول مثلا سوي سعيد جو سوي اي ام سعيد تو ارس واقول اسم شخص او اسم يعني تو ارس ان اس عبد الله مثلا عبد الله ليس معنا في القاس نقول انس عبد الله نتكلم على عبد الله ونقول انس عبد الله اجا اس هايدي هي ال هي
هو وإس والفعل سام كما وضح في السبورة في الشريحة المفهوم سوي إرس إس. أوكي السؤال المعتاد في هذه الدروس، لماذا هناك أو ما الفرق بين ستار وإستار؟ لماذا هناك ستار وإستار في هذه اللغة وهناك فعل؟ الجواب لأنه هناك فرق بين ستار وإستار رغم أنهما يمثلان to be أو يمثلان être أو يمثلان فعل الكونان. مثلا هناك حالات نستعمل فيها ستار وهناك حالات نستعمل فيها إستار، ليس هذا هو درسنا، ولكن هنا مثلا عندما نتحدث عن الاسم وصوي، عندما أقول جو صوي سعيد لا يمكن أن أقول جو استوي سعيد، لا يمكن. هناك قاعدة تقول بأنه عندما نتكلم عن الاسم أريد أن أقدم نفسي سأستعمل أو أستعمل الفيربو سير كما هو موضح أمامكم. المفهومة هذا مثال واحد، لن نخرج عن الموضوع لأن هذا موضوع آخر. سير سوي إرس إس، وركز على الثلاثة الأولى أن الدرس فيه الثلاثة الأولى أيضا، حتى في برونوم ريبيرسونال هناك الثلاثة الأولى سينجولار. نرجع إلى الدرس. هولا هولا بوينوس دياس بوينوس دياس كين إرس سوي خوان، مكتوبة إنجليزية ولكن يعني نقول خوان. إي تو وأنت، هو أنت سوي بيترا أو جو سوي بيترا، كما قلنا يمكننا أن نستغني أو لا نتكلم بالبرونوم بري بيرسونال بالسابجكت، مش مشكل أننا نتكلم ببرونوم بيرسونال بالضمير المتكلم سوي بيترا. إي آديا وهي كين إس إس، أو هنا من يستعمل في هذه الجملة برونوم بري بيرسونال؟ يعني سأشاهد هل فهمتم أم لا، إذا فهمتم ستجيبون. هنا المستعمل الجملة بدون برونوم بري بيرسونال سويس. برافو أمثلك. من يستعمل هنا برونوم بري بيرسونال؟ لم تفهموا أبدا. نحن نتحدث الإسبانية إسبانيا إسبانيا. برافو. أديا إس ليس إل ليس إل إل مذكر. أديا أنخلا أنخلا شو النمبر دي ولا تشيكا فتاج. أديا إس أنخلا أديا إس أنخلا سي إس mi amiga es mi amiga es mi amiga. الكل يعرف معنى amigo amiga الى اخره. انا amiga amiga es mi amiga. نعم my friend ami mon ami صديقتي es mi amiga اس مي اميغا هي صديقتي مي اميغا ماي فريند هي صديقتي. اميغو مفرد اميغا واميغو مذكر اميغا مؤنث. اس انخيلا اس مي اميغا كي هيرس هنا كي لك فرق بين كيان ونا بيرسونا كي هيرس كي هيرس. اذا هنا الجواب لصوي اس توديانت كي ارس مهلا كي ارس لصوي او صوي اس توديانت لاسبانيول. هذا شفال صوي اس توديانت لاسبانيول. نحن الان صوموس اس توديانتس
En español. يتعلم اللغة الإسبانية تلاميذ لغة الإسبانية students students نعم نعم soy estudiante de español y tú لا أدرس الإسبانية y tú أنت Juan يجيب yo soy médico soy médico ¿qué معنى médico؟ médico طبيب نعم soy médico médico هو نعم بالفرنسية médecin بالفرنسية médecin médico هو طبيب y también estudiante de español وأيضا también هي أيضا aussi كذلك estudiante هنا أيضا estudiante تعلم الإسبانية هي أليا وهي كي إس كي إس هي أليا إس إنفرميرا إنفرميرا ما معنى إنفرميرا طبيب هي ميديكو إذا ماذا يكون مع الطبيب بالفرنسية إنفرميرا ممرضة لا ممرضة ممرضة انفيرمير ممرضة اس انفيرميرا انفيرميرا اي تامبيان وايضا استودينتي دي اسبانيول وهي ايضا تامبيان يعني ايضا كذلك استودينتي دي اسبانيول بوينو جيد mucho gusto mucho gusto mucho gusto عندما نلتقي بشخص نقدم انفسنا ويكون هناك تقديم للطرف الاخر انا اسمي فلان اسمك فلان تشرف بمعرفتك الى اخره mucho gusto هي يعني تشرف بمعرفتك mucho gusto adios adios اللقاء encantada encantada ايضا encantada هي يتشرف بمعرفتك متشرف بمعرفتك ممكن أن نقول نعم ممكن أن نقول ممكن أن نقول mucho gusto mucho gusto أي شخص قدم نفسه نقول له mucho gusto mucho gusto ولكن إن كان تادو لما يكون هناك شخص مثلا انا اتكلم مع عبد الاله اقول له انكانتادو انه ذكر عندما اكون اتحدث مع هايدي او هايدي تتحدث مع حنان ستقول لها انكانتادا بوينو جيد جيد بوينو كيف هي فرنسا بوينو جيد ممتاز جيد حسنا حسنا هذا هو الترجمة جيدة اوكي سأعيد encantado de encantado de conocerte تشرف بمعرفتك تشرف بمعرفتك مثلا و نعم و جيد جدا إذن سأعيد من الأول نشرح كل ما تطرقنا له نتمم ونفتح مجال الأسئلة اليوم إن شاء الله تطرقنا أو بدأنا الدرس بأبيديدو وبنمبري قول مي أبيديدو إس بطارني بريخين بوال سبيل المجال اسم الشخصي اسم العائلي فلان الفلاني واسم الشخصي بنمبر اس سعيد على سبيل المثال بور اخامبلو تطرقنا الى ماذا نقول في الصباح بعد الظهر في المساء بونوس دياز بونوس تاريز بونوس نوتشيس بيترا قلنا بانه اسم النمبر هنا تشيكا تشيكا هي فتاة اولا عندما يكون هناك لقاء
بين فرضين ثلاثة إلى آخره. هنا هي الله هي صلي هي السلام بالإسبان بونس ديس تقال في الصباح بونس تاردس بعد الظهر بونس نوتشيس في المساء خوان بونس بونس ديس قلنا بأنه إل هي ماسكولينو إل يعني لنا مذكر لا يعني لنا مؤنث قلنا بونس ديس قلنا أو لأن إل ديا أن الديا ماسكولينو لا نوتشي لأن مؤنث قلنا بونا بوناس نوتشيس و بوناس تارديس أيضا لأن لا تارديس مؤنث كيان إرس عندما يكون السؤال بكيان إرس دائما عندما يكون هناك كيان بأفهم سيكون الجواب أو السؤال على شخص كيان إرس جو صاي خوان إيتو وأنت تطرقنا ايضا الى نوس برونون برس بيرسوناليس انا انت هو هي وحضرتك او حضرتك انا جو تو انت او انت ان هو هذا هي مستوب اجل ريسبيتو بور بور ريسبيتو للاحترام حضرتك او حضرتك سوي خوان اي تو سوي بيترا كي ادا هي كيان اس طبيعه الحال كيان اس اي تو كيان اس ال او اديا اذا كان هنا في هذا المثال اديا اذا اديا اس انخيلا اس مي اميغا مي اميغا ويا صديقتي اس قلنا بان اس صاي ارس اس الفيربو سير قلنا في اللغه الاسبانيه بان الفيرب تشيبي الفيرب اتخ او فعل الكوننا يمثله فعلين يعني هما سير وإستار تطرقنا إلى في بداية هذه الحصة أو في هذه الحصة إلى شرح فقط بداية سير لأنه ما نتعلق بنا في هذا الدرس توصوي تو إرس إل إس إديا إس لأن هناك مثلا هنا إديا إس أنخيلا سيربربو سير إل إديا إس مي أنيغا سيربربو سير كي إرس تو كي إرس يعني أنتي che eres soy estudiante o yo soy estudiante de CML pronombre personal de español soy estudiante de español era adreso en lugar España y antes y tú yo soy médico anatabil y también ayudan que dedica estudiante de español y ella o ella que es el manejo falso de la gente es enfermera ممرضة también estudiante de español وهي ايضا تدرس اللغة الاسبانية bueno حسنا mucho gusto قلنا بانه اذا كان هناك تقديم لشخص مع شخص اخر تكلم مع شخص اسمي فلان فلاني عندما يعني ينتهي الكلام او يقول لي اسمه او اسمها يعني يكون هناك من طبيعة الحال نقول mucho gusto او يعني التي معناها يعني اتصرف بمعرفتك انكانتادو او انكانتادو حسب الجنس الذكر يقول انكانتادو والانثى تقول انكانتادو اذا كانت تتكلم معها انثى ماسكولينو فيمينينو بوينو حسنا موتشو غوستو اديوس مع السلامه الى اللقاء انكانتادو او انكانتادو حسب يعني الجنس انتهى درس اليوم بسيط نلتقي ان شاء الله في درس اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.